الحزب ليس سيفا مسلطا على رقاب أي من العباد خالص. الحزب نازل يشتغل سياسة وبس، احنا ملناش أي سلطة على أي مخلوق أصلا. احنا كل سلطتنا موجودة في الدستور وفي القانون وفي اللوائح بتاعة الغرفتين بتوع المجلس أو المجلسين، البرلمان كسلطات نيابية للتقنين وللتشريع ولمراقبة ومحاسبة الحكومة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعضاء الحزب قادرين على منافسات في بعض الدوائر فعرفوا ياخدوا أصوات. وبالمناسبة هو الحزب وأحزاب أخرى أو القايمة، طب ما القايمة بالمناسبة في بعض المحافظات ما خدتش الأغلبيات، ده بالمناسبة ده لو احنا كنا السيف بتاع حد او لو كنا احنا القايمة او الحزب بتاع الدولة. امال ليه انا عندي نواب على المقاعد الفردي سقطوا في الانتخابات لما المسألة بسيطة قوي كده؟ يا احنا بقى ما كناش بنشوف الكلام ده في الحزب الوطني ولا الحرية ولا عداء. حزب وطن ناجح، الله ده نزل اعادة وسقط، اي تعمل له اعادة تاني؟ حصلت في 2010 اعادة تاني، يعني ايه؟ اصلا كان في خطأ في الفرز ده إيه تمام عثمان تقريبا 2005 لا وفي 2010 يعني. المهم فعلشان ما نتطرقش لملفات اكثر قدما مما نريد يعني، فهي المساله لا اطلاقا. الاعضاء بتوع اللي نزلوا فردي في بعضهم كسب في بعضهم نجح، اسف كسب ونجح، وفي بعضهم للاسف الشديد لم يحالفه الحظ. ما اقدرش اعمل له حاجه، ما كسبتش